صباح الخير مشاهدينا الكرام مرحب فيكم مشاهدي مريم تي في وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وحول العالم زميلتي ريان وانا ببرنامجنا صباحي على الموعد المستمر معكم مباشره على الهواء لغايه الساعه 12 ظهرا اليوم الخميس 22 نيسان 2021 22 نيسان من كل عام هو اليوم العالمي للارض اكثر من بليون شخص ب 190 بلد على الارض يحتفلون سنويا بعيد كوكب الارض امنا وذلك تلبيه لقرار الهيئه العامه لمنظمه الامم المتحده باتخاذ 22 نيسان من كل عام كيوم عالمي للارض بهدف نشر التوعيه حول اهميه البيئه وايضا ل كي يعرفوا يعرف ويعرف جميع سكان الارض انها مسؤوليه جماعيه من بعد اعلان ريو اللي كان بسنه الف وذلك حتى تنشر اذا بدنا توازن بين الاحتياجات الاقتصاديه والاحتياجات الاجتماعيه وايضا بهدف تعزيز الانسجام بين الطبيعه والارض والى الفيديو امنا الارض هو تعبير شائع يراد به كوكب الارض في عدد من البلدان والمناطق لتسليط الضوء على الرابط القائم بين البشر والانواع الحيه الاخرى والكوكب الذي نعيش عليه جميعا الاحتفال بهذا اليوم هو اعتراف بالمسؤولية الجماعية كما أشار إليه إعلان ريو في عام 1992 من خلال الدعوة إلى الوئام مع الطبيعة والأرض لتحقيق التوازن المستدام على امل ان ينتشر الوعي بين سكان العالم وسكان لبنان بالاخص حول اهميه الحفاظ على البيئه وعلى خيرات الطبيعه من هواء تربه وايضا من بترول وغاز والحفاظ على المياه بنتمنى لكم مشاهدينا يوم مبارك مع شفيع هنهار مرشربل اذ يتوجه العديد من المؤمنين اليوم الى دير مرمرون بعنايه وذلك للمشاركه بالصلاه بالنذور تقدمه النذور والمشاركه بالذبيحه الالهيه بنتمنى لكم مشاهدينا لجميعكم الصحه والسلامة ومنتمنى تقضوا برفقتنا أنا وزميلتي ريان أحلى الأوقات صباح الخير ريان صباح الخير ريتا وصباح الخير لكل المشاهدين من وين ما كانوا عم يتابعونا ان كان بلبنان او بالخارج عبر مريم تي في ريتا اليوم كمان ليله عيد مارجريس فبدنا نعايد كل اللي اسمهم جورج وجورجات وجريس ونقول لكم مارجريس يرافقكم بكل خطوه بحياتكم وانا بدوري بدي عايد كل اللي بيحملوا اسم جورج والعزيزين على قلبنا بهالمحطه ونتمنى للجميع اكيد يوم مبارك, مبارك. والى احوال التاس طقس ربيعي مستقر واعتيادي يعني عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي الى البحر الابيض المتوسط مع ارتفاع تدريجي خلال الايام المقبله ورح توصل درجه الحراره سبت أحد فوق معدلاتها الموسميه لكن ما عندنا موجه حر طبعا عندنا ايضا رطوبه مرتفعه بتلامس 85% ورياح جنوبيه غربيه تصل ل 40% اما موج البحر فهو متوسط الارتفاع اما الحراره لليوم واليومين الجايين رح تسجل لليوم الخميس ادناها 16 اقصاها 23 بكره الجمعه 16 24 كل يوم رح تزيد شوي درجه الحراره لتصل يوم الجمعه ل 28 درجه اقصاها 20 درجه أدنىها اما السبت والاحد ف رح يرتفع طبعا لتطلع الحرارة فوق معدلاتها السنوية 17 أو 20 28 و 20 27 طبعا ويك اند جميل جدا نحن إن كان على البحر أو بالجبل بدنا نتمنى لكم ويك اند رائع شو رأيك بهالتأس الحلو يعني وين بتحب تتوجهي جبل ولا بحر ريان. يعني, يعني برأيي بكير بعد شوي على الشوبات بس إنه أكيد لبنان بين الجبل والبحر مسافه كتير قريبه وهيدا الشي اللي بيجذب السياحه لإلنا فاكيد حلو انه نكون عم نستفيد من الحراره والتاس الحلو اكيد على كل حال بعد في تلج على الجبال و28 درجة الحرارة أكيد يعني بتشد المواطنين صح. على البحر خاصة أنه حرارة البحر رح تكون بالعشرين 20 وعشرين 21 درجة كتير مؤاتية للسباحة نعم. وإلى المتفرقات مشاهدينا أه نعم اول خبر معنا من المتفرقات اليوم هو عن الحملة اللي قام فيها الاتحاد الوطني للإعاقة وهي بمناسبة شهر نيسان اللي هو الشهر العالمي للتوحد وحملة عنوان بلو سمايل الساد يعني ضحكة الأشخاص اللي بيعانوا من التوحد هي ضحكة حزينة ليش هي ضحكة حزينة لأنه ما عم بيحصلوا على أدنى حقوقهم والدولة ما عم تهتم بالجمعيات اللي عم تعنى فيهم وأيضا لحديت هلا بعض الأشخاص بالمجتمع عم بهمشون فبنتمنى انه ضحكتهم تقلب ضحكه فرحه لانه هن بحق لهم يحصلوا على حقوقهم مثلنا مثلهم اكيد بالطبع نحنا بنتمنى لهم يعيشوا حياه سعيده برغم كل ظروفهم المختلفه ومشاهدينا رح ننتقل نحن وياكم لخبر مهضوم احدا منكم بيجرب او عنده الشرقه يجرب ما يتحمم لخمس سنين شو رايك ريان معقوله لا. <applause> على كل حال هي دراسه عملها طبيب مهم جدا اسمه آه اسمه استاذ في كليه الصحه العامه بجامعه ييل وطبيب متخصص بالطب الوقائي ويكتب ايضا بمجله أتلانتيك الامريكيه اللي نشر فيها المقال سنه 2016 بعنوان اقلعت عن الاستحمام واستمرت الحياه. آه، اذا هيدا هو دكتور هامبلن اللي مرقت صورته على الشاشه، عمره 37 سنه وهو استاذ في كليه الصحه العامه بجامعه ييل. آه، شو هي التجربه اللي قام فيها دكتور هامبلن؟ كتب آه، اننا نمضي عامين واكثر من حياتنا بالاستحمام فكم من الوقت الضائع وكم من المال ايضا اللي عم نخسره بسنه الـ 2020 قدم هامبلن تفاصيل اكثر عن تجربته في كتاب بيحمل عنوان النظافه العلم الجديد للبشره وجماليه القيام بفعل قليل على الرغم من انه هامبلن بيصر على انه لا ينبغي ان نتوقف ابدا عن غسل اليدين بالصابون وتنظيف الاسنان الا انه بيعتقد انه نحن منا بحاجه ابدا لنكون بهذا الثبات على اجزاء اخرى من من اجسادنا، يعني هو استثنى الاجزاء الاخرى عدا عن اليدين وعدا عن الاسنان. اذا ما هي عواقب التوقف عن الاستحمام؟ بيقول هامبلن بمرور الوقت بيتعود جسمنا اكثر فاكثر لهيك بتبطل تنبعث منه الروائح الكريهه اذا ما استخدمنا مزيل العرق والصابون والبشره تصبح معتدله يعني لا تصبح اكثر دهنيه واضاف يستخدم الكثير من الناس الشامبو لازاله الزيوت من شعرهم ثم بحطوا البلسم لحتى يضيفوا هالزيوت الاصطناعيه اذا تمكنا حسب قوله من كسر هالدوره وسينتهي الامر بشعرنا بالشكل اللي كان عليه عندما بدانا في استخدام هذه المنتجات لاول مره وبيشرح الطبيب انه هالعمليه كانت تدريجيه ما قام فيها دغري وقف يعني عن استعمال الشامبو لا كانت تدريجيه وبينصح اللي بيرغبوا في اتباع تجربته يجب ان يبداوا بدوش اقصر وابرد ومرات اقل. وكتب الاكاديمي الامريكي بمجله ذا اتلانتيك الامريكيه عام 2016 ماده قال فيها: عندما تستحم بكثره فانك تدمر التوازن البيئي على جسدك، وبيقول عن البكتيريا انها بتتكاثر بسرعه وغالبا ما بتكون ميكروبات هي اللي بتطلع الرائحة الكريهة وبيقول لا تفوح من جسمك يعني إذا بطل الإنسان يتحمم كثير لا تفوح من جسمك رائحة عطرة طبعا كما الورد أو بخاخ الجسم ولكن تفوح رائحة الإنسان بيقول ويقول هامبلن أنه زوجته حبت ريحته من بعد خمس سنين من توقفه عن الاستحمام واللي قريبين منه والناس المحيطين فيه قالوا بانها رائحه ليست بسيئه فشو قولكم مشاهدينا معقوله انتم تتبعوا تجربه هامبلن شو صعبه <applause> هلا هي هو حكى عن التوازن يعني بالبشره لانه في مثل بالمصران في بكتيريا جيده وفي بكتيريا غير جيده كمان على الجسم فكثرة استعمال الصابون والشامبو كمان تدمر البكتيريا الجيده يعني هون من هالمنطلق هو يعني كانت نظريته وطبعا مرسلها خمس سنين وكتب عنها بذا اتلانتيك نعم بس اكيد لازم يكون في اعتدال يعني لا ما بنتحمم بالمره ولا بنتحمم <applause> كثير هي تجربه طبعا ما يعني في ناس ممكن تجربها من بعد ممكن. هالخبر تفضلي بخبري اخر خبر معنا اليوم هو عن جمعيه امبريس اللي اطلقت حمله بالتعاون مع البرنامج الصحي لدعم الصحه النفسيه وهي تحت شعار الحكي بطول العمر وبموجب هذه الحمله اطلقت جمعيه امبريس خط الحياه اللي هو 15 -64. ممكن لكل الاشخاص انه يتصلوا في 24 على 24 لكل الاشخاص اللي بحاجه اللي بحاجه انه تحكي تكون عم تتصل على هذا الرقم لانه ما بدنا حدا يوصل للانتحار فهيدي الحمله كتير مهمه من جمعيه امبريس بنتمنى على كل المشاهدين كل الاشخاص اللي بحاجه لاي دعم نفسي يكونوا عم يتصلوا على هالرقم نتمنى طبعا تخف نسبه الانتحار وخاصه أكيد. بين الشباب فهي الفئه العمريه اللي بتتراوح بين 25 ل 35 40 سنه هي الاكثر يعني محاوله صح. للانتحار وعدا عن اللي بينتحروا هناك كثير ايضا يحاولون الانتحار وما بينجحوا صح. فطبعا بنتمنى الصحه والسلامه اكيد للجميع, للجميع مشاهدينا رح نتوقف مع سبوت سيلبريتي اليوم رح نحكي عن رئيس رئيس الجمهورية السابقة للبرازيل ديلما روسيف وهي رئيسة الجمهورية رقم 36 وهي عضو بحزب بحزب العمال البرازيلي. ديلما روسيف هي سياسية برازيلية ورئيسة البرازيل السادسة والثلاثين وهي عضو في حزب العمال البرازيليين. عينت عام 2005 وزيرة لشؤون الرئاسة لتصبح بذلك أول مرأة تتولى هذا المنصب درست روسيف الاقتصاد وقد عينت وزيرة الطاقة وعام 2005 كُلفت بتشكيل الحكومة بعد استقالة عدد من الوزراء بسبب فضيحة فساد في البلاد رئيسة الجمهورية محبوبة كانت كتير وبوداع يعني بك كتير من المواطنين ويعني يعني عم بيسلموا عليها كانوا يعني متأسفين جدا على تركه هيدا المنصب ولكن هناك الديمقراطية يعني طبعا, طبعاً. اخت مجراها وانتخب يعني رئيس جمهورية غيرها بالختام مشاهدينا رح نتوقف مع تبس لليازة وقفتنا اليوم مع سلامة الأطفال بالسيارة عدم القيادة مع الطفل بحضننا عدم ترك مفتاح السيارة بداخلها من دون مراقبة عدم ترك الأطفال بداخل السيارة تحت أشعة الشمس تثبيت الأطفال لعمر 13 سنة بالكرسي المخصص لعمرهم أو حسب طولهم ووزنهم وأخيرا عدم السماح للأطفال ما دون 18 سنة بقيادة السيارة لأنه رخص القيادة تكتسب بالعلم والتعلم والصبر والتمرين لألاف الكيلومترات وعلى القيادة السليمة للمحافظة على حياتهم وعلى حياة غيرهم والله معكم مشاهدينا لون بتكون خلصت صبحيتنا رح نوقف مع فاصل ومن باستقبال شوفنا خليكن معنا